السلام عليكم تلاميذ تاني بكالوريا، مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى لكم بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لا بروميير سيري دي اكزرسيس في لو كور رياكسيون اسيدو بازيك، وبالضبط لا بارتي ديال الدوزاج. المهم غادي نبداو. بالنسبه للاكزرسيس الاول هو ما فيه لا لو كالكول، ما فيه لا فاهم لا والو، فقط الهدف منه باش تعرف كيفاش تتعامل مع هذا النوع ديال لي كورب. عطاونا في محور الاراتيب بي اش، وفي نفس الوقت دي دو بي اش بارابور او فوليم دو لا باز اجوتي، وفي محور لافاسيل دايرين لو فوليم دو لا باز اجوتي. السؤال الاول، بارمي لي كورب واحد اي دو كيل اي لا كورب كي ريبريزونت بي اش ان فونكسيون دو فوليم دو لا باز اجوتي، يعني هاد لا كورب واحد ولا كورب جوج؟ هنا وحده كتمثل لا فارياسيون ديال بي اش اون فونكسيون دو في بي، وين وحده كتمثل لا فارياسيون ديال دي دو بي اش بارابور دي في اون فونكسيون دو في بي. اذا السؤال واضح، شفنا الجواب ديالو في الكور، هاد لا كورب واحد هي اللي كتمثل لا فارياسيون ديال بي اش اون فونكسيون دو في بي، وهذه اللي دايره بحال هاد الشكل هذا، راه كتمثل دي دو بي اش بارابور او فوليم دو لا باز اجوتي اون فونكسيون دو في بي. اذا هادو معطيات خصنا نكونوا عارفينهم من الدرس. المهم غنديروا لا كوريكسيون. بالنسبه للسؤال الاول قلنا لا كورب واحد هي اللي كتمثل بي اش بدلاله في بي. لا كيسيون 2، ديتيرميني غرافيكمون لا فالور دو فوليم فيرسي ليكيفالونس، يعني بغاو لو فوليم دو لا باز اجوتي ليكيفالونس. بالضبط كنقول لا باز، علاش؟ لانه هاد لا كورب هادي اللي كتبدا من التحت وتبقى طالعه، هادي ديال الدوزاج دان ناسيت بار اون باز. الا كانت جايه من الفوق نازله بحال هاد الشكل هذا، كتجي من الفوق وهي نازله، راه هذا ديال الدوزاج دون باز باغ ان ناسيد. المهم دابا بغاو لو فوليم فيرسيال ايكيفالونس، ولفنا كنديرو لا طونجونت هنا ولا طونجونت هنا، وكدير واحد المستقيم دايز من الوسط الى اخره. فهاد الحاله هادي لا عطاوك هاد لا كورب جوج، ما غديرش داكشي كامل، كتشوف هاد لا كورب لو ماكسيموم ديالها كتسقطو بحال هاد الشكل، وكتلقى لو فوليم فيرسي ايكيفالونس. اذا كيساوي هنايا 10، هنا جوج، هنا 4، هنا 6، هنا 8، هنا 10. وغادي نشوفو ليكزارسيس 2، وهو المعلومة في هاد ليكزارسيس قالوا لينا بلي توت لي ميزور اون تيتي فيت ا 25 دوغري سيلسيوس، اوتوماتيكمون كا او لو برودوي ايونيك كيساوي 10 اس ناقص 14، يعني واخا ما يعطيوهاش في لي دوني غادي نخدم بيها. وغادي نقراو دابا ليكزارسيس. اون كونسيديغ ان سوليسيون اكوز كوزيس بي دامونياك ان اش 3 de volume V et de concentration molaire CB, la mesure de pH, donc pH égale à 0,75. Soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième. Le fait A, B, C, D, E, F. On va faire la correction. Soit le premier, écrire l'équation de la réaction entre la base en H3 et l'eau. On va dire que la base. On va dire que c'est l'eau. L'eau H2O. كندير جوج ديال الاسهم، شنو غادي نلقى في لي برودوي؟ القاعده هي انه هاد لاباز غادي تعطينا لاسيد ديالها، ولكن لاسيد ديالها ممكن ما تكونش عارفو. غادي تقلب المعطيات مزيان وتقرا ليكزيرسيس مزيان، غادي تلقى في الوسط ديال ليكزيرسيس عاطينك بيكا ا ديال هاد لو كوبل، يعني واخا ما عاطينش لو كوبل في الاول بينوه بواحد الطريقه اللي هي مباشره، ولكن في لي دوني عطاو بيكا ا ديال لو كوبل، وبالتالي من هنا غتستنتج لاسيد ديال هاد لاباز. ها هي لاباز، ها هو لاسيد ديالها. اذا غادي دير لاسيد ديالها هنا، وغادي تشوف شنو غتزيد، واش غادي تزيد H3 او بليس؟ ما يمكنش، علاش؟ لانه هادي سيتين شارج بوزيتيف، وهنا ما كايناش لا شارج بوزيتيف لي رياكتيف، دونك خصك تزيد واحد لا شارج نيجاتيف باش تمشي هاد لا شارج بوزيتيف. شنو غادي نزيدو؟ هي HO ناقص. وغادير لي زيتا فيزيك، هذا اكو، هذا اكو، هذا ليكيد، وهذا اكو. هذا هو السؤال الاول. غنشوفو لا كيسيون 2، ديتيرميني لو طو دافونسمون فينال طو دو سات رياكسيون كونكلور. كيف العاده بالنسبه لطو دافونسمون كيساوي اكس اكيليبر على اكس ماكس، وشنو غدير؟ غتمشي للطابلو دافونسمون، غادي تجبد ليكسبريسيون ديال اكس اكيليبر وديال اكس ماكس، ولكن المشكل هنا ما طالبينش طابلو دافونسمون، ديك الساعات نتا الا ما طالبينوش غادي ترسمو في الوسخ، او لا ما فيها باس غادي تجي لهنا قبل ما دير هادي، رسم طابلو دافونسمون عاد بدا تجاوب.
يعني ما كاينش مشكل، ولا درتي في الوسخ وجاوبتي راك تعتبر جواب صحيح. بالنسبة ل اكس اكيليبر كيساوي هذا الشيء و اكس ماكس كيساوي هذا الشيء، انا غادي نشرح لكم. بالنسبة ل اكس اكيليبر كنمشيو للطابلو دافونسمو، كنمشيو لي برودوي، وعندنا هنايا لاسيد مع اش او موان، غادي نخدمو باش او موان. علاش؟ لانه اش او موان عنده علاقة باش 3 بليس، وعنده علاقة بك او، يعني عندنا لي دوني في ليكزيرسيس. الوغ اكس اكيليبر راه هو لا كونتيتي دو ماتير ديال اش او موان، و لا كونتيتي دو ماتير ديال اش او موان راه هي لا كونسونطراسيون ديالو فوا لو فوليوم ديال لا سوليسيون فين كيتواجد اللي هو في بي. ثم بالنسبة لإكس ماكس، إكس ماكس عندنا هنايا جوج ديال لي رياكتيف، لا باز مع اش دوزو، ولكن اش دوزو و نيكسي، دونك لو رياكتيف ليميتون هو هاد لا باز. و الا كانت لا باز هي لو رياكتيف ليميتون، هذا يعني ان سي بي في بي ناقص اكس ماكس، واخا ما كايناش هنا اكس ماكس، ولا ديرها هنا ماشي مشكل. المهم غادي دير ناقص اكس ماكس كيساوي صفر، وغادي تجبد اكس ماكس غادي تلقاها كتساوي سي بي فوا في بي. دونك دابا جبتي اكس اكيليبر وجبتي اكس ماكس، ما عليك غير تعوض. دونك تو كتساوي اكس اكيليبر هو زي لا شوموان فوا في بي ها هو، و اكس ماكس هو سي بي فوا في بي، وغادي تختزل بلو فوليم في بي، غيبقى ليك التركيز ديال لا شوموان على سي بي، ولكن هذا التركيز ما عندكش في لي دوني. تقدر تحسبو، تعملنيش انا هاد العلاقة، عندك كا او كتساوي التركيز ديال اش رو بليس فوا التركيز ديال اش او ناقص، ومنها غادي تجبد التركيز ديال اش او ناقص كيساوي كا او على التركيز ديال اش رو بليس، وغديرو هنا غتعوض، يعني غادي تحيد هادي ودير كا او على التركيز ديال اش رو بليس. وبالنسبة للتركيز ديال اش رو بليس غادي تهبطو للمقام، غادي تولي سي بي فوا التركيز ديال اش رو بليس، كا او راه بقات الفوق. بالنسبة للتركيز ديال اش رو بليس ما عندكش في المعطيات، ولكن عندنا بي اش، يعني غادي نديرو 10 اس ناقص بي اش، صافي غادي تحسب. ولا تقدر تطلع هادي هادي تطلعها للبسط، غتولي 10 اس بي اش، يعني غادي تغير ليها الإشارة، وبالتالي غتولي كا او فوا 10 اس بي اش على سي بي، وغتجي تعوض كا او راه في اللول عطاونا درجة الحرارة 25، يعني كا او كتساوي 10 اس ناقص 14، وبالنسبة لبي اش راه كيساوي 10.75، يعني غدير 10 اس 10.75 سي بي هي 2.3 مول باغ لتر. غادي تحسب غتلقى 0.028. بغيتي ديرها بالنسبة المئوية غضرب في 100 غادي تعطيك 2.8%، ولا خليها بحال هاد الشكل هذا. وبما ان السؤال قالوا لي كونكلور، يعني استنتج هاد لا فالور صغر من 1، ولا درتيها بالنسبة المئوية غدير صغر من 100%. المهم انا خليتها هكا ما درتهاش بالنسبة المئوية، دونك تو صغر من 1. كنسنجو انو لا رياكسيون ليميتي. نشوفو لا كيسيون 3، مونتري كو بي كا ا ديال هاد لو كوبل كتساوي 9.2، ساشون كو لا كونستون ديكيليبر دو لا رياكسيون ايتيدي اي كا ايكال 1.6 × 10⁵. غتحفظ واحد العلاقة كاينة في الدرس، راه درت ليكم ديمونستراسيون في لابارتي 2، درنا العلاقة بين لا كونستون داسيديتي و لا كونستون ديكيليبر في حالة الا كانت لا رياكسيون ديال لا باز افيك لو، اما الا كانت لا رياكسيون ديال لاسيد افيك لو راه لا كونستون ديكيليبر كتساوي لا كونستون داسيديتي كتساوي لو كونستون دو لا رياكسيون بحال بحال، ولكن الا كانت لا باز مع لو راه لا كونستون داسيديتي كتساوي كا او على لا كونستون ديكيليبر ديال لا رياكسيون. بالنسبه لبي كا كتساوي ناقص لوغ ديال كا ا، وكا ا راه كتساوي كا او على كا، يعني غادي دير ناقص لوغ ديال كا او على كا، وغادي تعوض كا او راه هي 10⁻¹، وبالنسبه لكا هي 1.6 × 10⁵. غادي تحسب خرجت لك 9.2، هذا هو الجواب. وغادي نشوفو لا كيسيون 4، اون تيتر بار بي اش ميتري ان فوليم في بي ايكال 30 مليليتر دو لا سوليسيون دامونياك دو كونسونطراسيون مولير سي بريم بي الي دين سوليسيون اس ا داسيد كلوريدريك دو كونسونطراسيون مولير سي ا ايكال 2.2 مول بار ليتر. اذا شنو دارو؟ خداو 30 مليليتر من لا سوليسيون دامونياك وعندها لا كونسونطراسيون انكوني يسموها سي بريم بي، وغيديروا ليها الدوزاج باستعمال واحد لاسيد
وبالضبط لاسيد كلوريدريك عنده لا كونسونطراسيون معروفه اللي هي 2.2 مول بار لتر. السؤال الاول، نومي لي زيليمون دي ديسبوزيتيف اكسبيريمونطال نيميرو تي دو 1 ا 4، يعني غادي نسميو هادو 1 2 3 4. بالنسبه لاربعه باين سي لا بيغي، وبالنسبه لهاد جوج الا لاحظتوا معايا مزيان باللي دايرين واحد لا سوند داروها في لا سوليسيون، وقالوا لينا باللي كنديرو دوزاج ولا تيتراج باغ بي اش ميتري. شنو هي بي اش ميتري؟ هي واحد التقنيه كل مره كيزيد واحد لو فوليم من هاد لا سوليسيون اللي كاينه في لابيغيت كيعبروا البي اش. دونك هاد الجهاز هذا هو بي اش ميتر باش يعبر لنا لي فالور ديال بي اش. كيبقى الاشكال في 3 و 1، يعني هنا خصك ترد البال. داك اللي عنده لا كونسونطراسيون انكوني هو اللي كيدار في لو بيشير، واللي عنده لا كونسونطراسيون كوني هو اللي كيدار في لابيغيت. دونك هاد لا سوليسيون اللي كاينه في لابيغيت اللي هي رقم 1 هي لا سوليسيون داسيد كلوريدريك، وبالنسبه لا سوليسيون اللي كاينه في لو بيشير غادي تكون هي لا سوليسيون دامونياك. اذا هذا هو الجواب. غادي نشوفوا لا كيسيون 2، ايكريغ ليكواسيون موديليزون سو دوزاج، يعني المعادله ديال الدوزاج. اولا بالنسبه للابيغوت فيها لاسيد كلوريدريك، هو باش كنديروا الدوزاج، ولكن لاسيد كلوريدريك عنده جوج ديال لي فورميل H3 بليس زائد Cl موان، وعندو لا فورميل اخرى هي H بليس زائد Cl موان. بالنسبه لCl موان ما كيتفاعلش، ما عندناش فيه مشكل. المشكله دابا واش غادي نختاروا H3 بليس ولا غادي نختاروا H بليس باش يكون هو لو دوزيام رياكتيف مع هاد لاباز اللي كاينه في لو بيشير. لاباز هي ان اش 3، غتجي لهنا ودير ديك لاباز نورمالمون غنزيدو عليها شي حاجه، يا اما اش 3 بليس ولا اش بليس، لانه كنزيدو لاسيد من لابيغيت. انت ما دير والو هنا، دير سهم وغدير سهم واحد، يعني المعادله ديال الدوزاج كدار بسهم واحد. دابا غادي تشوف واش غادي تزيد هنايا اش 3 بليس ولا غادي تزيد اش بليس. سواء زدتي اش 3 او بليس ولا زدتي اش بليس، بجوج بيهم كيعطيوك واحد لا شارج بوزيتيف في لي رياكتيف. يعني الا درتي هنا زايد اش بليس غتكون عندك لا شارج بوزيتيف في لي رياكتيف، ولا درتي زايد اش 3 او بليس غتكون عندك لا شارج بوزيتيف في لي رياكتيف. وبالنسبه لي برودوي ديجا فيهم واحد لا شارج بوزيتيف، يعني المشكل ديال لي شارج تهنينا منه. سواء درنا هادي سواء درنا هادي، دونك هنا غنزيدو اش دوزو. بما اننا زدنا عاوتاني اش دوزو هنا خصنا نزيدو اش 3 بليس هنا. علاش؟ لانه الا زدتي هنايا اش بليس غادي يكون عندك الاكسجين في لي برودوي وما كاينش في لي رياكتيف، اذا مفروض علينا نديرو اش 3 او بليس. ثم غادي نشوفو لا كيسيون سي ديتيرميني لي كوردوني في ا او اي بي اش او دي بوان ديكيفالونس. اذا هذا باين، تا هو عندنا هاد لي طونجونت كنمددوهم باش يبان لينا شنو كنديرو. من بعد كتاخد واحد مثلث كدير واحد المستقيم عمودي على هذا كديرو بهذا الشكل، ولا كان عمودي على هذا راه غيكون عمودي على هذا، يعني هنا خص تكون زاويه قائمه ضروري، غادي ترسمها بالمثلث. عاوتاني شنو غدير؟ كتاخد البركار باش تقسم المنتصف ديال هذا القطع اللي شاده من هنا لهنا. الطريقه ديال المنتصف، منتصف قطعه، غادي دير ديك الطريقه وغدوز واحد المستقيم من داك المنتصف، وهذاك المستقيم حتى هو غيكون عمودي على هذا، راه وريتكم الطريقه في الدرس. المهم هذا المستقيم كيتقاطع مع هذا لاكور في هذا لو بوين. هذا لو بوين كدير له الاسقاط في محور الاراتيب وفي محور الافاصيل. بالنسبه للمحور الاراتيب غادي يعطيك لا فالور ديال بي اش او، ومحور الافاصيل غادي يعطيك لا فالور ديال في ديال لاسيد اجوتي ليكيفالونس. بالنسبه لهنا غادي تلقى تقريبا 22.4 مليليتر، لانه كاينه الوحده مليليتر، وبالنسبه لهذا تقريبا 5.7. وغادي نشوفوا لا كيسيون دي، كالكيلي لا كونسونطراسيون مولير سي بريم بي. هذه هي اللي كانت انكوني، ودائما باش نحسبوا لا كونسونطراسيون انكوني في الدوزاج كنستعملوا لا غولاسيون ديكيفالونس. وباش تستعمل لا غولاسيون ديكيفالونس خصك ضروري طابلو دافونسمون. علاش قلت لكم ضروري؟ لانه كاينين شي تلاميذ حافظين لا غولاسيون ديكيفالونس، كيقول لك سي ا في ا كتساوي سي بي في بي او، صافي كيخدم. راه كنرد البال لي كويفيسيون اللي كاينين هنا. دونك في طابلو دافونسمون الا رسمتيه غتمشي لي طا ديكيفالونس، وهو باش كنخدمو ضروري هاد لا باز غتكون عندها سي بريم بي اللي كنقلبو عليها فوا في بي ناقص اكس ايكيفالونس.
وبالنسبة لهذا الأسيد غادي تكون عنده سيعة فوا لو فوليم أجوتيه ليكيفالونس ناقص إكس إكيفالونس. وبما أننا خدامين بليكيفالونس يعني ليطا ديكيفالونس، هاد لي دو رياكتيف كيكونو ليميتون، بمعنى أنه هاد لا كونتيتي دو ماتير كتساوي صفر وهاد لا كونتيتي دو ماتير كتساوي صفر. من هنا غادي تجيب ديكسا ليكيفالونس، يعني إكس ليكيفالونس كيساوي سي بريم بي فوا في بي، لأنه ما كاين حتى شي كوفيسيون هنايا. ونفس الشيء من هنا غتجيب دي إكس ليكيفالونس غيساوي سي أ فوا في أجوتي ليكيفالونس، وهاد إكس إكيفالونس كيساوي هذا، يعني أنه هاد التعبير كيساوي هذا. وفينالمون كنحصلو على لا غولاسيون دي إكيفالونس. هنا غادي نجبدو سي بريم بي اللي كتساوي سي أ فوا في أ أو مقسومة على في بي، وهادشي كامل راه عندك في المعطيات. بالنسبة ل في أ أو يعني لو فوليم دو لاسيد أجوتي ليكيفالونس حنا حسبناه، هادي كاينة في المعطيات وهادي كاينة في المعطيات. دونك غدير سي ا هي 2.2 × 2، هذا 22.4 مليليتر، خليناه بالمليليتر لأنه ملي غنقسمو على في بي، في بي فيها 30 مليليتر تا هي، دونك بلا ما تحول. إلا بغيتي غدرب هنا في 10^3 وهنا في 10^3 هي والو، غادي تلقى فينالمو 0.015 مول بار ليتر. غنشوفو لا كيسيون أو. Indiquons en justifiant l'indicateur coloré convenable à la réalisation de ce dosage ou l'absence du pH mètre. زعما قال لك راه ما كاينش pH mètre وبغاو يستعملوا واحد الانديكاتور كولوري، شكون هو اللي مناسب من بين هادو؟ ديجا حنا شفنا pH E لقينا فيها 5.7، وهاد لي زانديكاتور كولوري عطاونا لي زون دو فيراج ديالهم. هذا عنده من 3.1 لا زون فاش كيتبدل اللون ديالو، من 3.1 حتى 4.4، هذا عنده هادي وهذا عنده هادي الى اخره. المهم شنو كنديرو؟ كنشوفو هاد لا فالور اش من مجال كتنتمي، واش كتنتمي لهذا؟ لا، علاش؟ لانه 5.7 كبار من هاد المجال، وغادي نلقاو انها كتنتمي لهنايا لانه هاد المجال بادي من 5.2 حتى 6.8، في الداخل ديالو كاين 7.5، وبالتالي لانديكاتور كولوري كونفونابل لا سو دوزاج اي لو روج دو كلوروفينول كار سا زون دو فيراج كونتيان لا فالور دي بي اش او. غادي نشوفو لا كيسيون اف. ديتيرميني لو فوليم في دو لاسيد، سموه في دو لاسيد واحد، زعما سموه في واحد، في ديال لاسيد سموه واحد داسيد كلوريديك كيل فو اجوتي بور كو. قال لك شحال غنزيدو من داك لاسيد اللي كاين في لابيغوت باش تكون عندنا لا كونسونطراسيون ديال لا باز ديال لاسيد كتساوي 15 فوا لا كونسونطراسيون ديال لا باز. كتخدم بهاد لا فورميل، راه ديجا مونطري في لو كور، ماشي شاك فوا غادي تعاودها. بي اش كتساوي بي كا ا زائد لوغ ديال لا كونسونطراسيون دو لا باز على ديال لاسيد. هادي قاعده، وحنا كنقلبو على لو فوليم اجوتي. باش نجبدو لو فوليم اجوتي خصنا نعرفو شحال بي اش، لانه عطاونا واحد لاكور فيها بي اش بدلاله لو فوليم اجوتي. اذا من هاد العلاقه هادي تقدر تحسب بي اش، لانه عندك هاد لي كونسونطراسيون عندك بجوج، صافي غادي تحسب بي اش. ديك الساعات غتمشي لاكور بغا تشوف ديك لا فالور ديال بي اش شحال هو لو فوليم ديال لاسيد اجوتي اللي مناسب لها. بي اش كتساوي بي كا ا، غنخليو بي كا ا لوغ ديال لا كونسونطراسيون دو لا باز على لا كونسونطراسيون دو لاسيد، ولكن لا كونسونطراسيون ديال لاسيد راه كتساوي 15 في لا كونسونطراسيون دو لا باز. يعني هاد لا كونسونطراسيون دو لاسيد غادي تمسحها، غتحيدها من هنا ودير بلاصتها 15 في لا كونسونطراسيون ديال لا باز. ومن بعد غادي تختزل، عندك لا كونسونطراسيون دو لا باز غتختزل من البسط والمقام. الا تختزلت غيبقى لك واحد في البسط والمقام 15. وبالنسبه للبي كا ا راه كاينه هي 9.2 زائد اللوغ ديال 1/15، هادشي اعداد غادي دير على حاسبه غتلقى 8 تقريبا، 8.0 شي لعبه. صافي غادي تمشي لاكور وغادي تقلب على 8 باينه هي هادي، وغدير لي سقاط في لاكور ها هي. وملي غتوصل لاكور غادي تهبط باش تقلب على لو فوليم ديال لاسيد اجوتيف، زعما في ما عرفت في هذاك الوقت غادي تلقى تقريبا هنايا شحال لقيت 21 مليليتر. المهم هادشي اللي كاين الشباب، نتمنى تكونوا استفدتوا.